I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future, cause I'll never see those days. I don't know why this has happened, but I probably deserve it. السلام عليكم وتنشكركم جزيل الشكر على تفاعل ديالكم معايا و تشجيع ديالكم ليا. انا نحكي لكم شوية على راسي من ذوي احتياجات خاصة. أن الإعاقة ديالي ما حسدنيش أنني يكون عندي طموح، يكون عندي تفكير، كنسمع بزاف أفكار إيجابية وسلبية، تناخد بأفكار إيجابية وتنطور منها، أفكار سلبية تنسمعها، تنحاول نتعامل معها ونخرج منها شي حاجة إيجابي، بما هو مفيد لي ومحيط ديالي. ومن هنا تنبغي نقول لكم على بعض تعرفوا علي المزيد، كتبوا لي في التعليقات وانا نجاوبكم على راسي وعيني في راسكم. وتهلا بوليديكم، ما تنساو اللي جديد سبسكرايبر او ابوني او اشتراك لايك.